لماذا تبتعد عني؟ لا أطيق البقاء هنا. أصبحت لا أفهمك. إن البراريا والوهادة أفضل لي، ففيها أشعر بالحرية. لماذا لا تتركنا نعيش بأمان؟ إنك آمنة مطمئنة هنا، وها أنت تتخلين عني. تعني أنك غاضب بسبب زواجي من بدران؟ أنا غاضب لأنك نسيت الماضي. لم أنسى شيئاً، إني أفعل ما أفعل من أجلك أنت، وأقبل ما أقبل من أجلك أنت. سرين، لا تخافي ابنتي، إنه ضيق نفس عابر. كيف لا أخاف يا أبي؟ وأنت أبي وسندي وحبيبي. شدة وزالت يا ابنتي. ترين؟ قد تحسنت من الآن. وكيف لا أقلق يا أبي؟ هذه ليست أول مرة يداهم فيها الضيق صدرك. أخبرني، كيف تشعر الآن؟ الآن؟ الآن أنا بخير. إنما شعرت بضيق نفس حاد، تنمال طرفي وساعدي، شعرت كأنما قبض على قلبي، والآن زال ذاك الإحساس. قد جاء حكيمنا النطاسي، أحمل الدواء. تفضل يا سيدي، فيه الشفاء. هل أشربها عن آخرها؟ أجل يا سيدي. اشرب يا أبي، فيها الشفاء، اشرب. كم هو مر. يا ابنتي، أتمنى أن أوهب طول العمر لأراك عروسا ثم أرحل. لا تقل هذا يا أبي، إن عرسي هو لحظة شفائي. ليس ما بي مرض يا ابنتي، إنها السن، الشيخوخة فقط. ولكن علينا أن نسابق الزمن، فأنا لا أخلي ولا ولد، ولابد لنا من صهر مأمون يحكم ديارنا تحت وصايتك. أبي، من ذا الذي يجرؤ على التفكير في هذا الأمر الآن؟ بل الآن الأوان يا نسرين. السلام على الملك الأرقم، ملك هذه البلاد. سلمت وغنمت. أيها الملك، إنني أحمل إليك رسالة من جلالة الملك الزغل. تفضلا بالجلوس. حللتما أهلا ووطئتما سهلا. ليس أعز على قلبنا من أن يتذكرنا الملك الزغل ويرسل إلينا من لدنه مرسالة، ولكن عذرا لأنني أستقبلكم في منتجع الصيفي هذا، فأنا كما ترون في وعكة صحية، وقد أمر حكيمي النطاسي أن أقضي أياما في الهواء الطلق. أبلغ مولاتك نسرين بأني أطلب حضورها مجلسنا. رغبة الملك الزغل عندي أمر، وأمر محبب. أظنكم تعرفون مضمون الرسالة، كما أني واثق من حسن اختيار الملك الزغل لكم، فالطريق محفوفة بالمخاطر. أجل، فقد فقدت أحد رجالي بسهام قاطع الطرق، ولكننا في العودة سنكون أكثر حذرا. حسنا تفعلون. على كل، سآمر بعضا من رجالي بمرافقتكم حتى حدود ديارنا، ولن أوصيكم أكثر بالمحافظة على ابنتي نسرين. نسرين يا ابنتي، تعالي إلى جواري. هذا رسول من الملك الزغل يحمل رسالة يطلب مني فيها يدك، فهل أنت موافقة؟ الصمت علامة الرضا، وإني مقر بهذا الزواج يا ابنتي، لأني أعرف الزغل رجلا فذا وحاكما عظيما. وها أنا أودعك يا نسرين وأنا قرير العين.
أبلغ القوم بالإعداد لمراسم الفرح ووداع الأميرة، بل الملكة نسرين. هل تذكر يا ثعلبة عندما كنا يا فعين كيف كنا نجلس طوال الليالي نرقب نجوم السماء؟ وكنت تبني مملكة الشمس بأحلامك. وها قد حققت كل أحلامي عدا حلم واحد. ورغم ذلك أنت محظوظ يا مولاي، حتى والدك لم يحلم أن تمتد مملكته كما هي الآن بين يديك. وما الفائدة أن أكون الملك وأنا لا أستطيع الاقتران بمن أحب؟ ما معنى الملك وأنا سأتزوج من امرأة لم أرها في حياتي؟ مولاي، هل تذكر عندما أحببت ابنة أمير القلعة؟ كنت في 15 من عمري وكانت هي في 13 من عمرها. وكنت أكتب لك أشعارا وكنت تقرأها على مسامعها على أنها من كتاباتك. ليت الزمن يعود إلى الوراء. لو عاد الزمن إلى الوراء يا مولاي، هل تتزوجها؟ أجل يا ثعلبة، كنت سأترك المملكة وأتجول أنا وإياها في أقاصي الدنيا، وسأصطحبك في تجوالي لأنك صديق، صديق حميم يا ثعلبة. حلم آخر من أحلامك المجنونة، ولو أني أتمنى من كل قلبي أن يتحقق. هذا وقته يا فتى، فكر في الخطر الذي يحيط بنا. لا تقلق يا سيدي، فأنا كفء لك، لقد اكتسبت مهارة أنت اعترفت بها. سنرى مهارتك إن هاجمنا أحد. هنا حدود ديارنا يا سيدي. شكرا لكم، يمكنكم الانصراف. سنعسكر الليلة هنا. ساعدة ابقى هنا، أنا ذاهب للاستطلاع.